ولينا من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان. مصطفى، إذن المحكمة الاتحادية العراقية تبدأ بنظر الدعاوى المقدمة لحل البرلمان. أريد أن أفهم منك مدى قانونية هذه الخطوة، ولأي مدى يعول على المحكمة في حل البرلمان؟ يعني بالتأكيد المحكمة الاتحادية لا تملك خيارا آخر عندما تقدم دعوة من قبل جهة معينة للنظر في إحدى القضايا التي تخص البرلمان العراقي، باعتبار أن المحكمة الدستورية وبحسب الدستور العراقي هي المختصة في النظر في الخلافات والتنازعات التي تخص القضايا الدستورية وكذلك النزاعات بين السلطات. وبهذا السبب ومن هذا المنطلق ارتأت المحكمة الاتحادية أن يكون يوم 30 من هذا الشهر هو اليوم الذي ترى أو تنظر فيه في طلب حل البرلمان العراقي، وهو كان يوم أمس، لكن بسبب طبعا الأحداث التي شهدتها بغداد أجل النظر في هذه الجلسة إلى اليوم. بالفعل اليوم بدأت المحكمة الاتحادية بالنظر في هذه الدعوة التي قدمت من قبل عدد من المواطنين العراقيين والذين غالبا هم ينتمون للتيار الصدري أو يساندون التيار الصدري. هل موقف التيار الصدري المحكمة الاتحادية؟ نعم مصطفى، هل قرار التيار الصدري الذي أعلن عنه ربما يغير من إجراءات هذه الدعوة؟ يعني المحكمة الاتحادية هي سلطة قضائية بمعزل عن ما يحدث في الشأن السياسي العراقي، وهي مستقلة حتى لا تخضع لأي ضغط من قبل السلطات البقية، ولا تتدخل ولا حتى يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يتدخل بمهام المحكمة الاتحادية. بالتالي هي ستنظر إلى الدعوة وحسب الاختصاص وحسب ما يمليها عليها الدستور بحسب الكثير من المختصين في الشأن القانوني وكذلك فيما يخص المحكمة الاتحادية. أكدوا بأنه من الصعوبة أن تقوم المحكمة الاتحادية بحل البرلمان العراقي دون العودة إلى البرلمان، باعتبار أن المواد الدستورية الخاصة بهذا الشأن على وجه الخصوص وضحت كيفية حل البرلمان، وهنالك طريقتين: الأولى أن يصوت البرلمان على حل نفسه بثلثي أعضائه أو بطلب من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية، وبالتالي أيضا رئيس الجمهورية يجب عليه العودة للبرلمان من أجل أيضا التصويت على حل البرلمان لنفسه. هنالك ترجيحات بأن تأتي ربما ويأتي قرار المحكمة الاتحادية بأن هذا القرار أو أن قرار حل البرلمان ليس من اختصاصها وترد الدعوة، لكن بطبيعة الحال هذا سيكون مناطا بالمحكمة الاتحادية التي من المتوقع أن يصدر قرارها خلال ساعة أو ساعتين من الآن ويكون الأمور أكثر وضوحا. بالتأكيد سنتابع معك كل ما جدد جديد. مصطفى القطان مراسل الغد كنت معنا من بغداد.